شعري. احنا شو راح نسوي؟ لمتى بدنا قاعد بهالشقة؟ ايش تبيني اسوي؟ حالي حال الاوادم، بنطر الدور لما تطلع لي ارض. خلص 70 واشتري بيت. انت ايش قاعد تقولين؟ الحين 70 بتجيب لك بيت؟ يابا العقار شاب ضو. لو انكم بعتوا بيتكم كان صار عندك فلوس الحين وقدرنا نشتري بيت. شلون تبينا نبيع البيت؟ والبيت فيه اخواني وخواتي، ما يصير، مي سلعه. انا ابي بيت. ابي بيت. مشاري. لمتى بنقعد بهالشقه؟ حضرة الأستاذ فيصل مو راضي يسمع الكلام، شو نسوي له احنا؟ محمد ما يصير كذي، لازم تكلمونه، شو يفهم شوي. يا بنت الناس عايزنا منا أنا ومشاري، ملينا وإحنا نحاكيه، ماكو فايدة، مو راضي يسمع من أحد، ما يصير كذي قاعد يخلي البنات بروحهم في البيت. إي ما يصير كذي يهدهم بالبيت بروحهم، لازم يكون في ريال. تعال صج، إبراهيم موجود معاهم. إيه، إبراهيم مسكين، من صباح الله خير يداوم، وبعدين الريال هم يطلع عنده شغل، ما يصير أحكره بالبيت. فيصل لازم يقعد مع البنات. أقول ليلى إيش رأيك نروح نسكن عندهم؟ نسكن معاهم؟ إي حبيبتي نبيع أغراض الشقة ونروح نسكن هناك، على الأقل نكون حوالينهم. إي بس فيصل وإبراهيم هناك، يعني ما راح أقدر أخذ راحتي. لا تحاتين، لنا دور بروحنا في البيت، مالنا شغل بحد ولا أحد له شغل فينا، على الأقل نوفر أجار الشقة. ها ايش قلتي؟ والله ما ادري ايش اقول لك. انا عاوز اعرف انتوا عاوزين مني ايه؟ اشتريتوني ورثتوني اعمل لك شويه دادا واحب اختك شويه وانا ما عنديش شغلانه غيركم. هي اختي كانت ضربتك على ايدك عشان تحبها. امال انا اللي لقحت نفسي عليها؟ انا اضطريت امثل عليها ان انا بحبها عشان تشتغلي في البرنامج. انما الظاهر انها صدقت ان انا بحبها، دي تبقى عابطه قوي. انت حتى ابراهيم الحين ما تدرين شنو نيته ناحيتك، يمكن تفكيره يتغير من بعد ما صار عندك فلوس. وعليكم السلام اخوي الصغير فيصل. هلا والله فيصل، حياك حياك، زارتنا البركة. تفضل تفضل فيصل. الله يحييك مشكور. ابراهيم نعم تعال بيك شويه. تفضل اخوي الصغير فيصل، بروح عند اخوي. تفضل. اخوي فيصل ايش فيك؟ ابيك بموضوع ضروري. فيصل انت فيك شيء؟ صار فيك شيء؟ لا لا، ابيك تستاذن من الدوام وتطلع معاي، ابيك موضوع ضروري ان شاء الله. بس انت صاير فيك شيء؟ لا لا ما في شيء، بس اهم شيء ابيك تدق على حسنة وتي معنا بعد. حسنة؟ ايه ابيك تدق عليها لان ابيكم موضوع انت وياها ان شاء الله. السالفه سالفه المجمعات، الريال لحم وقادر يبيعهم، الموضوع ها شوي طويل عريض. زين اخوي فيصل الحين شنو نسوي؟ ما عليكم انتوا ليش خايفين؟ فلوس حسنة بالحفظ والصون، الريال موقع على كمبياله. اي زين اخوي فيصل. عفو عليك يا ابراهيم، هذه فلوس حسنة، فلوس اختي الغالية، فلوسها برقبتي. والحين شنو بيسوي الريال؟ الله يسلمكم، هالريال كل شهر يبيعها 14 15 مجمع، توه بيبيع المجمع اللي حاطين فيه فلوسنا
كان يبيع مجمع ثاني. هذا الحين قال نطروا علي شوي لان فلوسه انقصت حق الدلال، يعني قال ناطر بس يوصل له مبلغ ويبيع المجمع. زين اخوي فيصل، الريال ما عنده فلوس حق الدلال؟ الريال فلوسه موجوده، ريال ملياردير ابراهيم، بس مستثمر فلوسه بهالمجمعات وهالعقارات. هذا الحين قال نطروا شهرين نبيع المجمع وتزيد ارباحه بعد. عاد انا قلت له شنطرنا شهرين نبي نشتغل. عاد هو قال لي بس يجيب لي 100,000 دينار وانا ابيع لكم المجمع، وخلال شهرين ارد لك ال 100,000 دينار وفوقهم الارباح بعد. والحين شنو بنسوي؟ عاد الحين انا جمعتكم اختي حسنه واخوي ابراهيم علشان اخذ رايكم. انا اقول نعطيه 100,000 دينار نخلص، عشان خلال اسبوع يرد ال 100,000 دينار وفوقهم الارباح بعد. والله يا حسنه حرام فلوسك كذي قاعده، لازم نشغلها لازم. ها ابراهيم ايش رايكم؟ ما ادري اخوي فيصل، لازم ناخذ راي حسنه. ها حسنه خلنا نسحب عشان نمشي التجاره. ما ادري اللي تشوفونه. يلا يا ابراهيم خلنا نسحب الفلوس ونمشي تجارتنا ونستفيد. حسنه اختي دفتر الشيكات وينه؟ الدفتر بالسكن. يلا حسنه يلا مشينا، خلنا نروح بسرعه ناخذ الدفتر. يلا اختي حسنة كتبي الشيك 100,000 دينار وان شاء الله خلال اسبوع ترجع لك. ابراهيم اعطيه؟ ايه اعطيه، ترى اخوي فيصل شقردي، بس ها فيصل ما اوصيك على فلوس حسنة. انا احب اخدم الناس الطيبة اللي مثلك ومثل اختي حسنة. اختي حسنة حرام انتي فلوسك حاطتها كذي ما تشغلينها، انا شغلها لك وان شاء الله خلال اسبوع فلوسك مدوبله. كفو اخوي فيصل كفو، مشكور على وقفتك مشكور. ولو ابراهيم احنا حاضرين حق الطيبين، وبعدين انت تستاهل واختي حسنه بعد تستاهل. حسنه يلا كتب الشيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها ابراهيم اشوف لك؟ اي والله ميت من الجوع. روح حق فيصل اذا نايم قاعدي بحط الغداء. هذه من صدقها قاعد فيصل؟ فيصل متى نام بالبيت اصلا؟ فيصل مو بالبيت، كان معاي الصبح. فيصل كان معاك الصبح؟ انت شنو ما داومت اليوم؟ لا انا داومت، فيصل يعني الدوام واخذني وطلعنا. ايش تو؟ فيصل مرك الدوام ويطلعك، وش تو احنا ما يطلعنا؟ مرني انا وحسن وطلعنا ويا بعض. بعد انت وحسن وطلعتوا معاه؟ ايه عشان فيصل كان عنده شغل ويبي يعلم حسن على التجاره. وي فيصل يعلم حسن على التجاره؟ فيصل ايش عرفه بالتجاره اصلا؟ فيصل اصلا يعرف تاجر عود كبير لتاجر بالمجمعات، صراحه فيصل ما قصر. أخذ فلوس حسنة وأعطاهم حق التاجر عشان يبي حسنة تستفيد. وبعد يعرف تجار وإحنا ما ندري؟ وكم خبى من حسنة؟ 100,000. أنت من صدقك؟ 100,000؟ والله؟ إي وقبلها كان ماخذ 100,000 حق الدلال،
يعني صاروا 200,000. 200,000؟ انت تكتبين شيكات وبس؟ ايش درات انهم ثغة؟ حق شغلي. اي شغل يا حسنة؟ انت تعطينهم فلوسك وتقولين شغل؟ يلا قولي لي اي شغل هذا؟ حق تجارة. تجارة؟ حسنة اي تجارة هذه اللي تتكلمين عنها؟ انت لا عندك لا رخصة ولا شيء، عطيتيهم فلوسك وخلاص؟ شكلك ما شبعتي من القرصة اللي حاشتك من نوف، وتدوري لك قرصة ثانية. خلاص خليني بروحي. يا حسنة يا حبيبتي ما يصير كذي، ما يصير نشوف الناس تضحك عليك وتستغلك وتبينا نسكت. إلا قولي لي كم عطيتيهم؟ لا يكون مبلغ كبير. خلاص ما أبي أقول، خليني بروحي. قولي لي كم عطيتيهم؟ خلاص خليني بروحي، أنت ليش ما تفهمين؟ لا تبكين، أنا لو ما أحبك ما أقول لك هالكلام. خلاص تعالي هدي. خلاص حبيبتي هدي. اسمع، هذه 56,000 دينار، 50,000 حق البضاعة، 5,000 حساب اللي كنت أشمه، وألف دينار أبيها بضاعة حق استعمال الشخصي. كفو والله كفو، كفو فصيل والله. طلعت منتهين ألا ما قلت لي الفلوس من وين دبرتها؟ يبقوا إذا طايح على كنز عزمنا. مو شغلك، خلصني الحين. هذه 50,000 أبي أشتغل فيهم على ما تيجي البضاعة ب100,000 دينار. يا أوكي يلا عطني. لا 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 لا، كمبيالتك، وقع لي على كمبيالة بالأول. أنت إيش فيك؟ خايف على هال50,000؟ يبا قلت لك خلاص أنا أشتري لك البضاعة وخليك تصرفها بعد. شنو؟ أنت مأمن؟ الشغل هذا ما في ثقة بين الربع. يويسف بتوقع لي على كمبيالة وتخلصني، ولا أصكك بال56,000 على وجهك. خلاص يبا خلاص، أكتب لك اللي أنت تبي، وعقب ما تكتب لي ندق على الريال ونتفق وياه وناخذ لنا البضاعة. أفا عليك بس يا فيصل، أنت فيصل العزيز الغالي تامر أمر. يبا نيت علي أنا من هاللحظة والله، من هالثانية صاروخ لعنده. اسمع، المرة اللي طافت قلت البضاعة مسكت وريال مسكوه وقلنا ما يخالف ننطر البضاعة لين تدش الديرة، والحين البضاعة موجودة بالديرة والفلوس جاهزة عندي. يعني ما أبي أسمع نفس كلام اللي راح. خلاص يا فيصل خلاص عاد. يبا قلت لك أنا هالمرة خلى علي، بعد أنا ما أبيك تعصب. الحين أنا متعب روحي وجايب لك هدية حلوة، ماذا بتشوف شايب لك. يا بعد ريحة أهلي كلهم. هسه هذه الاستكانة الرابعة. أقول إبراهيم. نعم. أنت قعدت مع التاجر اللي يعرفه فيصل؟ لا أنا ما قعدت معه، فيصل هو يعرفه وهو اللي قعد وياه وتعامل وياه. بس يا إبراهيم المفروض تقعد مع الريال أنت وحسنة وتعرفون الشغل عدل. ما علي إبراهيم دوخناك، كل شوي نسألك نفس السؤال. بس بصراحة المبلغ شايد وإحنا خايفين على حسنة. لا فيصل شقردي، وإن شاء الله خلال شهر
برد الفلوس كاملة وفوقهم الأرباح بعد. والله إحنا خايفين على الفلوس لا أكثر ولا أقل. لا تحاتون، فيصل عندك كمبيالة من الريال وفيصل برد الفلوس وفوقهم الفوائد، لا تحاتون. أنا بروح أنام عشان أقعد حق الصلاة وأروح الدوام الصبح. تصبحون على خير. لا لا لا، الموضوع في إنه فيصل وين وين التجارة؟ إي والله صادجة، فيصل طول عمره حافي وهاي تبرى البيت. إيمان إحنا لازم نتصرف. شلون يعني؟ تبوني أكلم فيصل؟ لا 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 تكلمينه، خلي مشاري يكلمه. إيمان دقي على مشاري وفهمي منه السالفة، إبراهيم مسكين تلقينا على نياته، مو فاهم شيء. إي الحين بدق على مشاري، لأن الموضوع وايد شايد. شفيك صاير ايش فيك؟ فهميني فيصل ايش فيك؟ ايش مسوي زين؟ ومتى صار هالكلام؟ وابراهيم شلون يخلي فيصل ياخذ كل هالفلوس؟ تجاره وفيصل وين والتجاره وين؟ ويعرف تاجر بعد؟ لا 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 هذا الموضوع ما يتصدق ولا ينسكت عليه. خلاص خلاص انا اشوف فيصل وافهم منه كل الحكي. يبا خلاص الموضوع عندي. مع السلامة. السالفة؟ ايش في فيصل؟ فيصل شكله بيجيب لنا بلوة كبيرة. انزين قول ايش فيه؟ ايش صاير؟ الاخ فيصل ماخذ من حسنة 200 ألف وقايل لها بيشغلون بالتجارة. كم؟ 200 ألف؟ لا ومن منو؟ من حسنة؟ لا 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 البنت هذه كلش مو مبين عليها عنده فلوس. ما أدري والله لازم أعرف هالموضوع. حسنة عندها كل هالفلوس وإحنا ما ندري؟ يبا مو مهم ندري ولا ما ندري، المشكلة الحين فيصلوه هاللي ماخذ منها 200 ألف وقايلها بيدخلهم بالتجارة. إيه خليه يدخلهم بالتجارة زين يسوي؟ يا بنت الحلال فيصلوا وين وين التجارة؟ البلوة الثانية أن إبراهيم راح معاه وخذوا من البنية 200 ألف ولا سألوه شنو موضوع التجارة. لا 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 أنا لازم أقعد مع فيصلوا وأفهم منه الموضوع كله. فوزي جيب تلفونك تعال. انا فيصل مو فوزي. ليش ادق عليك ما ترد علي؟ الو الو يا فيصل ايش فيك؟ ان شاء الله. لا لا ماكو شيء، خلاص روح اقعد يا ربع. ما يرد، تلقينا نايم عند ربع كالعاده. احنا لازم نشوف فيصل ونعرف منه السالفه. فيصل وين؟ فيصل ندق عليه مو راضي يرد. زين ابراهيم وين؟ ابراهيم نايم. قومي قومي قاعدي بسرعه. ان شاء الله.
نعم. هلا سحرج، شنو فيه؟ مشاري يبيك. خير ان شاء الله، ايش في مشاري؟ والله ما ادري، بس يمكن ابيك بموضوع. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. بخير، ايش فيك مشاري؟ ايش قصة الفلوس اللي ماخذها فيصل؟ اي فلوس؟ الميتين ألف اللي ماخذهم من حسنة. اعطينا الفلوس حق فيصل عشان حسنة دش بالتجارة، وفيصل ما قصر ووقف وياها. برهوم؟ وحسنة وينها كلها الفلوس؟ هذه الفلوس جت حسنة وصية من عمها، الحمد لله الله رزقها. وعطت فيصل الفلوس كاش؟ لا، كتبت شيك حق فيصل وهو راح عطى الفلوس حق التاجر اللي عرفه. أي تاجر؟ فيصل وين يعرف تجار؟ أهو وين والتجارة وين؟ أفا عليك بس يا إبراهيم، تخش علي؟ تخش على أخيك؟ بس إبراهيم، الأمور هذه ما تصير من وراء ظهري، المفروض كل شيء تقول لي وأنا أخوك. إن شاء الله، بس فيصل أخذ الفلوس من حسنة عشان يشغلهم، عشان ما تخليهم بالبنك. فيصل إذا في البيت مو قادر يتحمل مسؤولية، هالدور تحطون بيده 200 ألف وتبون ربح وتجارة؟ لا بالله، قبضوا من دبش. خير إن شاء الله، لكن أنا ماني ساكت عن هالموضوع. أنا له. يلا حبيبتي أنا بروح أنام، وإذا ضايقت شيء تعالي ولا ترددين حتى لو تقعديني من نومي. مشكورة ما قصرتي. العفو حبيبتي، أنت أختي وما لا داعي تشكريني. يلا تصبحين على خير. أنت من أهل. تعال خذ لك مزتين ريح. تعال. ما بي. تعال يبا وريح راسك. تعال. قلت لك ما بي لا أيك الحين وطفيها بحلجك، تفهم ولا لا؟ زين يبا زين، كيفك هدي، بس قاعد تعصب علينا. بشر صار كل شيء تمام والأمور طيبة. زين؟ بس بعد شنو زين؟ أعطيت الريال الفلوس وخلاص. وين البضاعة؟ يقول يبي له يوم أو يومين على ما أجهزها. شنو كم يوم؟ ذيك المرة قلت لي البضاعة مو موجودة بالديرة وقلنا ما يخالف. الحين شنو عذرك؟ واحد أنت قصر حسك، إيش فيك؟ يبا خلاص، الفلوس صارت عند الريال، ما عندنا غير إن إحنا ننطر هاليومين على ما يدبر أموره. أنت مو قلت لي عطني الفلوس الحين؟ تستلم البضاعة على طول؟ أنت الحين بس اسمعني. قلت ولا لا؟ قلت بس أنا صار عنده ظروف وقال لي عقب يومين أجهز لكم البضاعة. شنو بدي أسوي أنا؟ ماكو شيء اسمه يومين. أنت قلت نعطيه الفلوس الحين يعطينا البضاعة على طول، ماكو شيء اسمه يومين. خلاص يبا خلاص انتهي ده الحين، أنا أكلمه وخليه يستعيب الموضوع. واسمع، لما أدق عليك ترد علي، مو ترد على أرقام ثانية وما ترد على رقمي. أصلا أنا يا حبيبي يوم دقيت عليك أنت عند ريال، علشان كذي أنا ما رديت عليك. اسمع، الله أعطاك يوم واحد باكر، إذا فلوس المراجعة كاملة ولا البضاعة موجودة أذبحك، تفهم ولا لا؟
قلت لي يمه ليش واقفه؟ شر يمه حسنة نوف مسكوها والمحقق يبي كلمك وبيفهمك على كم شغلة. أختي حسنة إذا بترفعين قضية عليها الحين أخذ أغوالك ونروح المخفر نرفع قضية على السيارة اللي خذتها وعلى الفلوس. إيش قلتي؟ لا أنا ما برفع قضية. يا يمه يا حسنة هذا يسمونه نصب والبنية نصبت عليك وخذت فلوسك يا يمه. هي ما أخذت أنا اللي أعطيتها. إذا رفعتي عليها قضية الحين حولها النيابة وبعدها فلوسك بترجع. الله يوفق عقها إن شاء الله. يعني ما تبي ترفعين قضية؟ لا أروح الحين؟ خلاص تقدرين تروحين. يا أم بلال الحالة هذه البنت ما أقدر أسوي لها شيء. والله يا حضرة المحقق حسنة مسكينة وتكسر الخاطر وأنت مثل ما شايفها عقلها ترى للي الله يكون في عونها مو راضي تستوعب الكلام اللي إحنا قاعدين نقول لها. يا أم بلال اللي على نوف تغيب عن السكن ولما كلمناها تبي تسكن بروحها وهذه حريتها إحنا ما أقدر نسوي لها شيء. أكيد بعد باقة البنت أكيد بتسكن بروحها. إحنا اللي علينا سويناه ودام حسنة تقول هي اللي أعطتها الفلوس يعني ما باقتها. أنا تلخص مع السلامة. شنو صار معك؟ ما صار شيء بس سألوني عن نوف. شنو قالوا عن نوف؟ قالوا لي تبين ترفعين قضية بس أنا قلت لا. حرام. بعدين زين سويتي حسنة وفلوسك راح يردون إن شاء الله نفس الوقت اللي أنت تبينه. لا مو مشكلة عادي بس هو متى قال راح يردهم؟ قال لي اخوي فيصل بالموعد راح يردهم. انزين اذا هو ما قدر يتاجر فيهم عادي خلي يردهم. لا حسنا بيردهم وقال لي اخوي فيصل الريال بس يخلص بيردهم حتى قال لي انا راح اكلم الريال واخليه يردهم بسرعه بعد. ان شاء الله انا بروح دوامي الحين. وانا بعد. حسنة. نعم. محتاجة شيء؟ سلامتك. الله يسلمك. لقيتك 10,000. شو تسوي؟ 10,000؟ من صدقك انت؟ اذبح.
بيتك 10,000. شو تسوي؟ أفجر، أنسف، اللي تبيه، بس عاد وين العشرة؟ أنا لا أبيكم تفجرون ولا شيء، أنا بسوي شيء في فيصل. فيصل؟ شو بيسوي فيصل؟ وش اللي دخل فيصل بالموضوع؟ أنتوا مو قلتوا تبون 10,000؟ لحدها نبيها. من صدقك أنت؟ هذه 10,000 مو شوي. خوش عيد. هاي سمعوني زين وبطلب مخكم وياي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها شلون الدوام؟ تمام الحمد لله. اليوم كلمت سعود بالدوام واتفقنا على كل شيء ورتبنا الامور. صدق؟ حلو، متى بتسوون الحفلة؟ بعد يومين ان شاء الله. يعني خلاص عزمتوا على الحفلة، ما تبون عرس؟ اي حفلة صغيرة بين الاهل ابرك من العرس والمصاريف الزايدة، ايش لنا عاد المصاريف احنا؟ الله يوفق هيمن. امين يا رب، الله يوفق الجميع. فيصل. ها شفيك من امس ادق عليك ما ترد علي؟ شنو شفيك؟ كنت مشغول. مشغول؟ فلوس حسنة وين وديتها؟ فلوس حسنة؟ وانت ايش دراكم بفلوس حسنة؟ ابراهيم قال لنا ترى المبلغ مو هين، وين وديتها؟ انت شفيك علي من صباح الله خير؟ فلوس حسنة كانت تبي تشغلها بالتجارة وانا ساعدتها، شو المشكلة؟ فيصل ترى البنية يتيمة مسكينة وعلى نياتها. هالبنية اليتيمة تبي مساعدة وانا ساعدتها، ايش فيكم علي؟ هذه ذاتي.